ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الموقف ربما يدلل على مدى جهل الكيان الصهيوني وربما مخبري الكيان الصهيوني إن صحت الرواية. هناك رجل ضبط من حراس المسجد الأقصى بمدينة القدس اليوم، غير مسلم، ضبط بين المصلين ويرتدي نظارة وشكله يوحي بأنه غير مسلم، وبالتأكيد ظهر من خلال حديثه بعد ذلك من قبل الحراس الذين سألوه: إن كنت مسلما فقرأ لنا سورة الإخلاص. قال: أنا لا أستطيع أن أقرأ سورة الإخلاص، وإنما أستطيع أن أقرأ سورة طلع البدر علينا. طبعا هذا يذكرني بأحد المجرمين في مصر، هو محمود بدر المشهور بمحمود بنجو، وربما الطيور على أشكالها تقع. نتابع هذا الفيديو معا مشاهدينا الكرام الذي يوصف هذه الحالة. تابع. استنى شوي. هذا مش بقرأ للناس، أنا بقرأ هذا الصلاة، هذا محترم، هذا مسلم يعني. أنت مسلم ولا مش مسلم؟ مسلم أيوة مسلم. أنت مسلم محترم، إقرارنا قل هو الله أحد. أنا مش بقرأ للناس. ما تقول عشان أعرفك إذا مسلم ولا مش مسلم. أنا مسلم، أنا قلت لك أنا مسلم. خلاص طلعوا برا، طلعوا برا، خلاص طلعوا برا. مسلم. أنا بقرأ طلع البدر علينا، أنا مش مسلم؟ أنت مش 100%، طب لو واحد قال لا، لو بدنا نعرف منك إسلامك. لا لا مش عندكم على طب شو التحديد؟